المصري ان احنا بالدستور الجديد هترجع مصر تاني، ما قدامناش يعني ده الامل اللي ولدته ثورة يونيو. احنا بلدنا كانت مخطوفة، بلدنا كانت متباعة، بلدنا كانت متقسمة، بلدنا كانت كفسين على انفاسها الاهل والعشيرة. دلوقتي مصر رجعت لكل المصريين، ولازم كلنا نقول نعم للدستور، لان الدستور ده بيرجع لنا مصر تاني. احنا كنا هنبقى ولاية في دولة الخلافة اللي ما احناش عارفين مين الخليفة بتاعها. طبعا اللي شفنا الملامح عند اردوغان اللي انجن لما حصلت الثورة. احنا دلوقتي بلدنا الدستور ده هو الاساس المتين اللي هنركب فوقيه مصر الجديدة الشاهقة اللي هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مفيش اقعد ب 13 دلوقتي بقى احنا فريق مستقبل شبابها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا قلت دلوقتي مفيش فلول تاني باذن الله. قلت الشباب هو اللي عمل الثورة وهو اللي هيبقى. لو نزلت بكرة ولو نزلت يوم 14 و15 ولو نزلت يوم 25 كل ده مع الدستور، انا رايي الضمانه لينا ان السيسي يبقى رئيسي.